جاءنا من الديوان الملكي ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعي الديوان الملكي سمو الشيخ عائشة بن سلمان بن حمد الخليفة حرم سمو الشيخ إبراهيم بن حمد بن عبد الله الخليفة التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وأسكنها فسح جناته.